قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. وقد رهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاحتكار، والاحتكار هو شراء الشيء وحبسه ليقل بين الناس فيغلو سعره ويصيبهم بسبب ذلك الضرر. والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه لما فيه من الجشع والطمع وسوء الخلق والتضييق على الناس. روى أبو داود والترمذي ومسلم عن معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ. وفي رواية لمسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ الآثم. والمعنى: لا يجترئ على هذا الفعل الشنيع إلا من اعتاد المعصية. وروى أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. صححه الشيخ شاكر في تحقيقه على مسند الإمام أحمد. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.